الإنسان المذنب هل يستحق الرأفة والرحمة؟ ومن هو المذنب الذي يستحق أن نطلب أو أن نطالب الناس بأن يترفقوا به؟ ومتى نقول رفقا بمن يرتكبون ذنوبا في حق أنفسهم ومن يذنبون في حق المجتمع؟ كيف نتعامل معهم وهل هناك أمل في توبتهم وإصلاحهم؟ معنا الحديث حول هذا الموضوع الإنساني والاجتماعي الهام الشيخ الدكتور محمود المصري. أهلا وسهلا مولانا. أهلا بك دكتور. سعادة بهذا اللقاء متجدد. ربنا ينفع بك دايما ودايما بتوحشنا. الله يخليك يديك الصحة دايما. الله يبارك فيك دكتور. يعني شيخ محمود هل هناك إنسان يذنب وإنسان بلا ذنوب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية دكتور عمرو بنقول إن مفيش حد في الدنيا معصوم إلا الأنبياء. والعلماء لما تكلموا في مسألة الأنبياء هل هم معصومين من كل الذنوب؟ فأجمع العلماء على إن الأنبياء جميعا معصومين من الكبائر. يعني مستحيل إن يكون في نبي ممكن يقع في كبيرة. ولا يمكن يقع في كبيرة يعني لأن ربنا هو اللي بيعصمه. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن سيدنا يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، قالوا الآية فيها تقديم وتأخير، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فهو لم يهم أصلا. فإذا فالأنبياء معصومين من الكبائر جميعا بلا استثناء. أما الصغائر فالعلماء اختلفوا بقى في المسألة، يعني أجمعوا على أن الأنبياء معصومين من الكبائر لكنهم اختلفوا. هل الأنبياء ممكن أو أي نبي ممكن يقع في صغيرة؟ والصغائر طبعا معروف أنها أقل من الكبائر بكثير. فبعضهم قال مستحيل برضو أن نبي يقع في صغيرة، وبعضهم قال لا قد يقع لكنه يتوب في التو اللحظة. وإحنا من باب التأدب مع الأنبياء بنقول لو وقع نبي في صغيرة ما بنقولش أنه أذنب، ولكن بنقول هو فعل خلاف الأولى. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجه عبد الله بن أم مكتوم فأنزل المولى عز وجل عبس وتولى، عبس وتولى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يلقاه بعد ذلك يقول أهلا ومرحبا بمن عاتبني الله عز وجل فيه. فهل نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم أذنب؟ لا نقول أنه أذنب، لكن نقول فعل خلاف الأولى. فده بداية. إذن ما فيش حد في الدنيا معصوم، والدليل على ذلك قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. حديث ثاني عجيب جدا رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مؤمن ما فيش حد إلا وله ذنب لنقطة ضعف يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، بس في ميزة حلوة قوي إذا ذكر ذكر. حديث الثالث رواه أحمد والترمذي بإسناد الحسن إن النبي بقى راح مجمل لك الموضوع كله وأجمله في جملة جميلة قوي، قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن ما فيش حد في الدنيا معصوم. وأنا حين أتعامل مع إنسان مذنب فأنا أنظر للمذنب نظرة شفقة وليست نظرة احتقار، لأن في النهاية أنا ممكن أحتقر مذنب فأنا أقع في ذنب أكتر منه. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا درس جميل أو قرآني في غاية الروعة، إن أنا لما أنظر الإنسان بيذنب أنا أشفق عليه وأخاف عليه إنه يختم لي بالذنب ده. فربنا بيقول لو عايز تشوف المذنب ده شوف المذنب ده في نفسك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لو شفت مذنب اوعى تفتكر أنت جيت الدنيا دي لقيت نفسك طائع وعابد وشيخ وعالم وداعية، أنت في يوم الأيام كنت مذنب وما زلت مذنب وستظل مذنبا إلى أن تلقى الله على توبة. يبقى إذن لازم دايما أبص للناس نظرة شفقة. ومحتاجين يا دكتور عمرو في الوقت الحالي بالذات إن إحنا ننظر للناس بشفقة وحب ونتعامل معهم برقي. يعني المذنب لو جيت قلت له أنت مذنب دايما بيقولوا المواجهة بالعيب ثقيلة على النفس. والإنسان لما ننصح الإنسان علانية وجهرا لا يمكن أبدا أن يجيب معه فايدة. محتاجين نتعامل مع ناس برقية، محتاجين نتعامل برحمة، محتاجين نتعامل بأسلوب مهذب عشان نوصل المعلومة. محتاج أن أنا قبل ما أقول للمذنب أنت مذنب محتاج أقول له أنت أحسنت فيما أحسنت فيه. لو إن الإنسان أحسن في شيء وأساء في شيء آخر محتاج أذكره بإحسانه الأول ويعني وأرقي نفسه كده وأبجح لنفسه وحسس أنه حاجة كبيرة وجميلة قوي، ثم بعد ذلك أذكره من باب الحب والشفقة لا من باب التشفي ولا من باب التعالي. طب ندخل بقى في التطبيق، كيف كان رفق الرسول عليه الصلاة والسلام بالمذنبين؟ الله عليه الصلاة والسلام بداية النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني الذي رباه الله عز وجل ليربي به الكون كله، وأثنى عليه ثناء أنا بعتبره من أعظم معجزات النبي عليه السلام. قال وإنك لعلى خلق عظيم.
العلماء بيقولوا دكتور عمرو ان النبي عليه السلام له معجزات عظيمه جدا وكثيره جدا تربو على ال 400 معجزه، لكن كانت اعظم معجزه بعد القران هو ان النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان يتحمل ثناء المولى عز وجل عليه. انا لو قاعد النهارده دلوقتي مع حضرتك على الهواء وبعدين اثنينا على واحد رجل بسيط جدا واقف بيبيع مثلا اقول ايه بيبيع اي حاجه في الشارع، فقلت له على فكره يا فلان اللي واقف في على نص شارع كذا بتبيع مثلا ترمس، انا بحييك انا والدكتور عمرو ونسلم عليك. حضرتك متخيل لو الراجل ده شايفنا دلوقتي ممكن يحصل له ايه؟ ممكن يطب ساكت من الفرحه ان احنا مثلا بنثنى عليه واحنا بشر. فتخيل لما تعلم، يعني لو انا قاعد مع حضرتك يا دكتور عمرو دلوقتي، لو ان الوحي لم ينقطع من السماء ونزل الان ثناء من الله عز وجل عليك باسمك، تعمل ايه؟ يعني انا نفسي ممكن اموت فيها من الفرحه. فتخيل النبي عليه الصلاه والسلام لما يتحمل ان ربنا بيقول له وانك لعلى خلق عظيم. شوف ثناء ربنا على والمولى عز وجل من اسمائه الرفيق، ولذا صح في الحديث اللي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. شوف قد ايه حاجه عظيمه جدا. ولذلك يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ارسل سيدنا موسى سيدنا هارون الى فرعون، الى مين؟ الى فرعون اللي هو بيقول انا ربكم الاعلى اللي قال ما علمت لكم من إله غيري. شوف ربنا قال لهم إيه؟ قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سيدنا قتادة لما كان يقرأ الآية دي كان يبكي يقول سبحانك ما أحلمك إن كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد وبكى وقال سبحان ربي الأعلى. شوف المعنى الجميل. ولذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى عذاب البشر، قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يوم القيامة دكتور عمرو الشفاعات يوم القيامة لما نروح عشان نطلب الشفاعة من 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 الأنبياء والمرسلين، والحديث رواه البخاري ومسلم ولفظ المسلم لما يقول لسيدنا آدم اشفع لنا ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا ترى ما قد حل بنا، يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي وأكلت من شجرة نفسي اذهبوا لغيري، اذهبوا إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها. ويأذن المولى عز وجل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بثمان شفاعات، منهم شفاعة للمؤمن والكافر ومنهم سبعة للمؤمن بس. شفاعة للمؤمن والكافر أي نعم اللي هي المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تحمده جميع الخلائق في أرض المحشر، اللي هي شفاعة بدء الحساب يوم القيامة. الناس واقفين حفاة عراة غرلا غير مختونين، الشمس تدنو فوق رؤوس إلى آخر الأشياء التي تحدث يوم القيامة، الناس في كرب شديد يا رب لدرجة أن بعضهم يقول اللهم فض الموقف ولو إلى نار جهنم من كثر الانتظار. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لبدء الحساب فيبدأ الحساب. شوف بقى حبيبنا صلى الله عليه وسلم ربنا يأذن له بثمان شفاعات، شفاعة واحدة فقط لأهل المحشر والسبع شفاعات كلها لأهل الإيمان، ودي هنتناولها إن شاء الله لما نتكلم بقى عن الدار الآخر وكيف تتم الشفاعات السبعة شيء فوق الخيال. الحاجة الثانية المولى عز وجل يأذن لكل نبي بشفاعة ولكل ملك بشفاعة ولكل عبد مؤمن أو لبعض المؤمنين بشفاعات. ثم يقول جل وعلا الحديث في البخاري ومسلم في أعلى مقامات الصحة يقول شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون، شوف اللفظ والله واللي عايز يراجعه يراجعه، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. ده في عز إيه؟ عايزين نرجع للفظ الأولاني، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وفي عز الغضب ده كله ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي سبقت غضبي، افتحوا باب الأمل للناس ورحمتي غلبت غضبي. فيأذن المولى عز وجل كل شفاعة ثم يقول وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار. قبضة دي قد إيه؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، فيقبض قبضة من النار أي من أهل النار فيلقيهم في نهر على مدخل الجنة إثم نهر الحياة، فيدخلون وقد امتحشوا صاروا فحما، فيدخلوا النهر فيخرجوا كاللؤلؤ المنضود وفي رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء الرحمن. يدخلوا الجنة فيعرفهم أهل الجنة أهل الجنة ويكونون هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فإذا بالحق سبحانه وتعالى بهذه الرحمة العظيمة وإذا بالحبيب المصطفى هو الذي صنعه الله عز وجل على عينه وقال وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بالكفار، فكيف يكون رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمذنبين؟
يا دكتور عمرو، عايز اقول ان كل واحد لازم يأدي وظيفته صح. المدرس ما ينفعش، المدرس وظيفته انه يعلم لكن مش وظيفته انه ينسين العلم. الطبيب وظيفته انه يكون سبب في العلاج مش وظيفته انه يكون سبب في المرض. الداعية وظيفته انه يكون سبب في فتح باب الامل مش في غلق باب الامل. دي مسألة مهمة جدا. انا مش هستفيد حاجة من عذاب الناس، انا مش هستفيد حاجة ان انا ايأس الناس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. في انسان ممكن يكون حياته كلها شدة في شدة، وكما قال سفيان الثوري كلمة في غاية الروعة، يقول لا يعطي الرخصة الا عالم. دينا يا دكتور عمرو في عزائم وفي رخص. العزائم الكل يعرفها، كلنا عارفين ده حلال وده حرام، لكن بينهم امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. طيب العالم هو الذي يعلم الرخصة ويعلم من الذي يستحق الرخصة. انا ممكن يكون معايا رخصة في مسألة ما، جايين واحد يسألني ويقول لي ايه حكم الاسلام في كذا، او ماذا تقول في المسألة الفلانية، استشعر من نظري لهذا الانسان ان هذا انسان يستحق الرخصة دي ان انا اداله، وفي انسان اخر لا يستحق لانه سيستهين بدين الله سبحانه وتعالى ويقعد يدور على رخص العلماء عشان يجمعها، وبذلك يصل الى مرحلة التهاون بكل احكام ربنا سبحانه وتعالى. العلماء هم اللي يعرفوا يتعاملوا مع هذه الامور. المسألة مش مسألة حفظ نصوص. دكتور عمرو، من خلال تجربة الإنسان في دعوة 22 سنة شفت حاجات كتيرة جدا. ممكن إنسان بيتعامل مع نصوص ما بالحفظ فقط، أنا حافظ قرآن، حافظ كتب الستة أو التسعة، مذاكر متون، مذاكر علم مصطلح، مذاكر أصول فقه، مذاكر. فحينما يأتيني إنسان يسألني سؤال، السؤال عندي عبارة عن استنبة، اللي يسألني السؤال ده هو ده إجابته، لا مش كده، ده مش العلم. وإلا لو العلم ده أنا ممكن أجيب بغبغان وأحفظه الكلام ده كله. إنما العلم حاجة تانية خالص. العلم فقه نفس، بعد ما يكون عندي أدواتي كرجل عالم إن أنا عندي فقه نفس أعرف أتعامل مع الناس إزاي. ولذلك هو العلم مش واحد يا دكتور عمرو، مش الكتب واحدة، مش الأصول واحدة، أدي كتاب وأدي سنة، في إيه جديد؟ هل جد شيء في الإسلام؟ يعني في حاجة جديدة نزلت أو في حاجة جديدة هتنزل؟ إنما إيه الفرق بين عالم وعالم؟ إن في عالم يستطيع إنه يستعمل النصوص صح يحطها في المكان الصح، وفي عالم حينما يستخدم النصوص يستخدمها خطأ ويضعها في المكان الخطأ، وهو ده سبب تضارب الفتاوى. احنا لما تكلمنا في مسألة النساء أكثر أهل النار، شفت احنا وضحناها ازاي؟ صحيح. ووضحنا في النهاية ان لا يا جماعة انتوا فهمتوا النص غلط، انما سمو ان كان قال ان النساء أكثر أهل النار فلم ينفي انهن ايضا أكثر أهل الجنة، فلازم تفهم النصوص بالتوافق والنصوص مع بعض، ما تفهمش نص لوحده، النصوص تكمل بعضها وتوضح بعضها. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يبقى إذن ربنا أنزل لنا السنة لنتبين من خلالها فهم القرآن واللي احنا عايزين نفهم القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بالكفار، فكيف يكون رفقه بالإيه؟ بالمذنبين. قال جل وعلا للحبيب صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. معناها بالبلد يا دكتور عمرو انت هتموت نفسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا على الكفار ان هم ما امنوش. النبي كان يوصل لكده؟ كان يوصل لكده، مش موت نفسه ان ينتحر، استغفر الله، يعني كان كاد ان يموت كمدا وحزنا على ان هم مش عايزين يستجيبوا، ان هم عارفين من ايام الجاهليه انه الصادق الامين. وحتى قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. لما وقف على الصف وقال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيرا ستصبحكم غدا مثلا هل تصدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. أمال لما جت الرسالة إيه المشكلة؟ قالوا ده بتتعارض مع مصالحنا، وربنا أثبت هذا في القرآن. قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم عارفين أنت على الحق، إن هم مش بيكذبوك أبدا، بس هم كل ما في الأمر دي بتتعارض مع مصالحهم، بقى تجارة الأصنام وتجارة الخمور والرايات الحمر وكان ده كله تعارض مع مصالحنا أهوائنا، لكن هم مش مكذبينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف لما الصحابة رايحين في عز إيذاء المشركين للمسلمين والحديث مع المسلمين، بيقولوا يا رسول الله إحنا ما بنطلبش منك حاجة حرام، ألا تدعو الله على المشركين؟ دول المشركين يا دكتور عمرو مش مذنبين، ومعلوم إن المشرك ده مخلد في النار، إنما المذنب ده في مشيئة الله. دي الأمور اللي لازم نفهمها، إن مرتكب الصغيرة الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات، ومرتكب الكبيرة يحتاج إلى توبة. طب إيه لم يتب؟ واحد مرتكب كبيرة ومات وما تبش، ما أقدرش أقول إنه من أهل النار. إيه ده، معقولة؟ لا كده أنت بتحرف في دين الله. والله ما بحرف، ده ربنا قال في القرآن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقل الإمام النووي قول أهل العلم، قالوا فلو شاء الله لغفر للعبد بلا توبة إن شاء، لا يسأل عما يفعله هم يسألون.
لكن انا كعبد ما عرضتش نفسي للخطر، ما اقولش هرتكب كبائر ومش هتوب واغفر ما دون ذلك لمن شاء، اقول لك ممكن ما يقعش الاختيار عليك، ممكن ما يكونش منهم، ممكن تعاقب. لكن بنقول دايما المرتكب الكبير خلافا بقى للمعتزله والخوارج، المعتزله والخوارج بيقولوا لا ده مرتكب الكبير ده خالدا مخلدا في نار جهنم، لا بنقول الكلام ده غلط. مرتكب الكبير في مشيئه الله، ان شاء الله عذبه وان شاء الله عفى عنه، ورحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه. يبقى اذا الا تدعو الله على المشركين؟ هو النبي لو دعا على المشركين في حاجه حرام؟ ابدا. واذا بالحبيب المصطفى نهر الرحمه وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يقول إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. عايز يقول للناس معنى جميل قوي راقي، وده اللي محتاج إن إحنا كدعاء كلنا نتعلمه. إحنا عايزين نتعامل مع الناس من منطلق أنا مش هستفيد حاجة إن إنسان في على وجه الأرض يخش النار، بل هستفيد كتير إن إنسان أنقذه من النار. لو رفعنا شعار للمسألة دي تترام أمور كتيرة جدا هتتحل. هو إيه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته مخصوص ويعلم ان في غلام يهودي، والحديث رواه البخاري، غلام يهودي مريض مرض شديد ويكاد ان يموت، واذا به يدخل عليه يطلب ويستاذن ان يروح يزوره، فياذن للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على الغلام ويقول له يا غلام اسلم، قبل ما يلحق ويقول له سلامتك، وقبل ما يقول له شفاك الله وعافاك، وقبل ما يقول له اي كلمه من الكلام ده كله، عايز يلحق انقاذه من النار، لان انقاذه من المرض عمره ما هيكون اهم من انقاذه من النار. انا ممكن واحد يموت وهو مريض لكن يخش الجنه، وممكن واحد يموت هو صحيح ويخش النار، لا ده انا صحته عندي مش اهم عندي من انه ينجو ويخش الجنه، دي اهم حاجه عندي من نجاته من المرض. قال يا غلام اسلم، وده اللي بيوضح لنا ان النبي لما جاء في الروايه لم يقل للغلام سلامتك وشفاك الله وعافاك والف سلامه لا لا لا، لحقوا على طول يا غلام اسلم. فالغلام بص لابوه فخايف ابوه لا يضربه، فقال اطع ابا القاسم، قال اشهد، لم يتردد، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فإذا بالحبيب المصطفى يمسح على لحيته، مسح النبي على لحيته لها دلالة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان بطبيعته لما يرتاح من شيء ويكون فيه هم زال عن قلبي تلاقيه دايما كده إيه، بيمسح على وشه كده ويمسح على صدره. النبي عمل كده، مسح على لحيته وراح منزل على صدره وقال الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. الله، يمر جنازة رجل يهودي في المقابل بقى، فيقولوا جنازة من هذه؟ النبي راح قام واقف، قالوا جنازة رجل يهودي مات بأقصى المدينة يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، يبكي في ساعتها كده، بكى، تبكي يا رسول الله من أجل جنازة رجل يهودي؟ قال أليست نفسا، سيبك من اليهودي مش بن آدم، أليست نفسا؟ وفي رواية نفس تفلتت مني إلى نار جهنم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول أنا حط البشرية كلها في حضني، مش عايز حد منهم يفلت ويخش النار. شوف المعنى الجميل، شوف رفق النبي وشوف حب. أنا هذكر لك آخر موقف للنبي صلى الله عليه وسلم عجيب جدا جدا في الحكاية دي، حديث في البخاري ومسلم. كان في واحد سيد في قبيلة دوس، في دوس دي كانت في اليمن يا دكتور عمرو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ساعتها قاعد في مكة وكان في بداية الدعوة. فالطفيل بن عمرو الدوسي ده سيد قبيلة دوس، رجل بقى يعني له مكانة كبيرة. فكان في موسم الحج وكان الكفار والمشركين كانوا بيحجوا، لكنهم كانوا التلبية كانوا يلبون بشكل معين، وكان في اختلاف في المناسك يعني. يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يروح هنا مغيرين بقى يقولوا ايه؟ يقولوا الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالمهم فالطفيل بن عمرو الدوسي اول ما نزل مكه اصطادوا بقى عتاوله المشركين. قالوا يا طفيل اوعى تسمع لهذا الرجل، انه يفرق بين الولد واخيه وابيه، وبين الاخ واخيه، وبين الزوج وزوجي، هيبتك هتخرب لو سمعت له. قال لهم خلاص. فجاب قطن كرسف كده قطن وسد ودانه، لان النبي ساعتها كان قاعد قدام الكعبه وبيصلي. فقال اطوف حول الكعبه بحيث ما اسمعوش. قال الطفيل فابى الله الا ان يسمعني، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والله غالب على امري ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هو بيقول انا مش عايز اسمع، لكن ربنا سمعني، ان ربنا يريد له الهدايه. فسمع كلام هو عمره ما سمع زيه، وكان هو شاعر اصلا. فراح له شال الكرسف كده وراح للنبي عليه قال اخبرني الى ما تدعو؟ فقال ادعو الى كذا وكذا كذا. قال اخبرني ماذا انزل الله عليك؟ قال انزل عليه كذا. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليه ايات من القران. اسلم الطفيل بن عمرو الدوسي وراح عشان يدعو الى الله سبحانه وتعالى في بلاد دوس في اليمن، لكنه لسه ما اتعلمش اسلوب الدعوه، اسلوب الدعوه اللي يفرق بين داعيه والتاني، اللي يفرق ان داعيه ممكن يقنط الناس ويقسموا رحمه ربنا، والتاني يفتح لهم باب الامل وياخد بايديهم الى طاعه ربنا سبحانه وتعالى. فراح لقبيله دوس، اول ما دخل على طول مباشره دخل على زوجته، فدخل حي هلا وبترحب بيه، قال لها ليك عني، ما لكش دعوه خالص. قلت له في ايه؟ ما غيرك؟ قال اني اسلمت.
ولا علاقة لي بعد لك بعد يعني بك بعد اليوم. قلت له خلاص ديني دينك خلاص، أنا بقيت معك على الإسلام خلاص، يعني هتقطعني عشان إيه؟ أنا خلاص مسلم معاك. فطب الحمد لله وافق وخلاص. أبوه جاي يسلم عليه، أمه جاي تسلم، يكون أول حد يخش عليه يقول له إليك عني، مالكش كلام معايا بعد النهاردة، ليه؟ أنا مسلم وأنت مش إيه؟ مش طبعا ده مش أسلوب دعوة. فأبوه استحمله، أمه استحملته، زوجته استحملته، الناس مش تستحمله. فلبقى يخرج بره في الشوارع كل اللي قبله يقول إليك عني، يقول له خلاص إليك عني، خلاص ما فيش مشكلة. فالكل راح مقطعه، محدش أسلم على إيديه. رجع ضرب مشوار من دوس من اليمن على الناقة ولا على الفرس لحد إيه؟ مكة. وقال له يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت، فادعو الله عليه، أنا جاي لك مخصوص. يعني شوف واحد رايح من بقية، تخيل حضرتك واحد مثلا جاي لك مثلا إيه من جنوب مصر مثلا ولا من أي دولة، وبيقول أنا جاي لك مخصوص والله عشان تدعي على عيلتي. يا سيدي ربنا بيرفع عمرك، يعني ما كان ممكن ضعف في التليفون، بس احنا ما بنديش على حد، احنا بندعي للناس وما بنديش على حد. فقال له ان دوسا عصت وابت، فدعوا الله عليهم. الصحابه قاعدين حوالين النبي عليه السلام، فرفع النبي يديه. اللي حصل ايه الموقف؟ الصحابه حطوا يدهم فين؟ هنا كده. قالوا ايه؟ هلكت دوس، لان النبي دعاء مستجاب. لو ان النبي قال اللهم عليك بدوس خلصت دوس، ما بقاش في دوس. فاذا بالحبيب المصطفى بيعلمنا درس جميل قوي، اللهم اهدي دوس وأتي بهم، بس كده. فرجع بكلم طفيل بن عمرو الدوسي قال ارفق بهم وتألف قلوبهم وأحسن إليهم، عسى الله عز وجل أن يجعل ذلك فتحا لقلوبهم. رجع الطفيل تعلم الدرس، راح أسلوب جميل، دعا نص القبيلة أسلمت، والنص الثاني جه بعد كده لما جم بعد عام خيبر أو في عام خيبر. وكان من ضمن الناس اللي أسلموا على قد إيه؟ وشوف الثمرة الحلوة، أبو هريرة. أبو هريرة اللي هو الدوسي أسلم على قدين الطفيل بن عمرو الدوسي لما تعلم أسلوب الدعوة. شوف قد إيه الرفق، شوف قد إيه البسمة، شوف قد إيه المعاملة الحلوة، شوف قد إيه. النهاردة أنا كداعية الناس كلها شايفاك، المذنب والمخطئ والمطيع والمتعلم والجاهل وكل أصناف البشر شايفاك، فلابد أن تراعي مشاعر الناس، ولابد ان انت تراعي ان انت ما تيأس الناس من رحمه ربنا. ولو كانت في دعوه طالعه من فمي لشيء لحد معين، سواء كان هذا الانسان يخالفني في عقيدتي او يخالفني في بعض الامور الفقهيه او العلميه او غير ذلك، فبدل ما ادعي عليه طب ما ادعي له. يعني انا هستفيد ايه لما اقول مثلا يا رب خد كل العصاه والمذنبين؟ طب ما اقول يا رب اهدي كل العصاه والمذنبين، مش انا هكون كسبان؟ ابو الدرداء تلميذ النبي عليه السلام في يوم من الايام معاد يا دكتور عمرو قدام مجموعة من أصحابه كده، فلقاهم ماسكين رجل وعمالين يضربوه. فقال لهم بتضربوه ليه؟ قالوا له رأيناه يذنب. قال لهم رأيتوه يذنب؟ وهل يعني ذلك أنكم تضربوا؟ يعني هو ده لو كل أنت شفته بيذنب تضربه؟ فتعجبوا من أبي الدرداء. قالوا سبحان الله، ألا تبغضه؟ قال لا، أنا لا أبغضه، وإنما أبغض عمله، فإن تركه فهو أخي. ألا تحمدون الله أن عافاكم مما ابتلاه به؟ ارفقوا به وتألفوا قلبه، عسى أن يستقطب الله قلبه ليكون على الهداية. هي دي المسألة، هي دي الناس اللي فاهمة. أنا لو شفت إنسان مذنب أنا هستفيد إيه من إن أنا أسبه وأشتمه وأنهره وأدعي عليه وعامله معاملة سيئة؟ ما هو هيعند أكتر. بالعكس، أنا لو تعاملت معاه من منطلق إن أنا لو ماشي في مكان ما واقف على الشط كده دكتور عمرو، فلقيت واحد بيغرق، إيه الطبيعي اللي أنا بتصرفه مع واحد بيغرق؟ بنقذه ولا بكمل غريقه؟ شيء طبيعي بنقذه، بمديله ايديا. طيب الانسان اللي وقع في المعاصي ده غريق، غريق بجد، غرقان في بحر المعاصي ومحتاج حد يمديله ايديه. مديله ايديك وبكل رفق وبرحمه وطلعه. انت لازم تكون كالطبيب، مفيش طبيب بيروح لواحد مريض وبيقول له ايه ده؟ مش عيب عليك كده وانت كبير وتمرض؟ يا اخي عيب عليك يا اخي، ده سيب المرض ده للصغيرين. في حد يقول الكلام ده؟ انت طبيب تسم في وش الناس. في دكتور عم لما تخش له، كنت مجرب ده وانا صغير، لما كان يجيلي شويه تعب اروح للدكتور، خش الدكتور كده يكون معايا والدي، معايا حد من اصحابي، اي حد، اول ما اشوف وش الدكتور فاقول لوالدي الحمد لله انا اظن ان انا حاسس ان انا خفيت برؤيه هذا الرجل. والله العظيم يا دكتور عم، اول ما تخش له اهلا وسهلا، شفاك الله عافاك، لا باس تطوري ان شاء الله، خير، الف سلامه، ده انا شايفك زي الفل، معقوله بتشتكي؟ الكلام ده دكتور عمرو يشفي لوحده. صحيح. وفي واحد تاني اول ما تخش له تحس انك انت مرض زاد.
يفكرك بعذاب القبر يعني. لكن شيخنا محمود المصري الجميل، هل الإنسان يملك مولانا يملك هداية نفسه ويستطيع أن يهدي غيره؟ الله أكبر. شوف دكتور عمرو، الهداية نوعين، هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق وإثابة وقبول. هداية الدلالة يملكها أي إنسان في الدنيا بعد الأنبياء، الأنبياء ومن تبعهم. قال جل وعلا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني أهدي يعني إيه؟ يعني أدل الناس على طريق ربنا، بدلهم على طريق الجنة، بدلهم على الطريق اللي يوصلوا بيه إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. أما هداية التوفيق ربنا نفاها عن الإنسان، عن كل الناس، حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الشاهد أنا لا أملك الهداية، إنما أملك فقط إن أنا أدل الناس على الخير. طيب دليت إنسان على الخير ورفض ولم يستجب، هل من حق إن أنا أيأسه من رحمة ربنا؟ طبعا مش من حق، إنما من حق إن أنا أدله وأسيب الباب موارب. كلمت واحد، يعني مثلا بكلم واحد مثلا بقول له إيه، بقول له الصلاة والآخرة، فقال لي ما أناش بصلي، ما يكونش الرد بتاعي عنك ما صليت، ده مش رد، إنما أقول له طيب ربنا يبارك في عمرك، والله أنا حاسس إن كلك خير، وإن ربما تكون وقت كده نزغت شيطان ولا حاجة، وبالله عليك والله أنا أستشعر إن أنت إنسان فاضل، بالله عليك والله ما تنساني من دعائك، وأنا والله لن أنساك من دعائي. أنا سبت الباب موارب، ربما أنا أكون مش مقنع، ربما أنا أكون مش مخلص، أسيب الباب لحد غيري عشان يدعوه، لعله عسى يكون هدايته على يد واحد تاني. إنما لو قفلت الباب الرجل ده لن يسمع من أحد بعد النهاردة. أذكر لحضرتك موقف جميل أوي، كان في واحد من التابعين اسمه مالك ابن دينار، ومالك ابن دينار ده احنا عايزين نفرد له حلقة في توبته، توبة عجيبة الشكل، من أغرب ما تتخيل إن شاء الله. واحد يعني عايش في حياة والله العظيم مش ممكن، يعني حاجة يعني مش قادر أقول لحضرتك، يعني قطع طريق وحاجة بقى، ورغم ذلك أن تحول مرة واحدة إلى رجل من علماء التابعين. مالك ابن دينار في يوم من الأيام، هو كان عايش في بيت بسيط قوي وبيت فخير جدا يعني، دخل حرامي بيته بالليل كده في التلت الأخير من الليل عشان يسرقه، فقعد يدور يمين ايش ياخد يحمل البلاط، مفيش حاجة في البيت غير مثلا قربة وشوية مش عارف ايه وصحن، يعني مفيش اي حاجة خالص يعني. فبص كده يعني كأن الحرام عايز يقول ايه، ده اللي زي ده اطلع وتصدق عليه يعني. فبص له مالك ابن دينار، كان ساعتها بيصلي قيام الليل وجالس شوية بيستريح كده بيستغفر، فلقى ده ايه في البيت بيدور عمال ايه مش لاقي حاجة، فقال له: يا مسكين اما وجدت شيئا؟ فبص له كده قال له: ما تخافش تعال. أما وجدت شيئا؟ قال له: لا ما وجدت شيئا. قال له: والله لا تخرج بلا نفع، مش ممكن سيبك تخرج كده من غير ما تنتفع. تعال يا أخي، إيه رأيك لو كنت فقدت الدنيا عندنا ستجد عندنا الآخرة. قوم وتوضى كده، تعال صلي ركعتين ونصلي مع بعض ونستغفر كده لعله عسى ربنا يجمعني وإياك في الجنة. فالراجل الحرام مستغرب على الكلام ده، فقام متوضي وراح مصلي ورا مالك ابن دينار ركعتين، وجلس يقرأ قرآن ويستغفر لحد ما أذن لصلاة الفجر. ثم خرج مالك ابن دينار وتلاميذه بقى واقفين قدام البيت مستنين بقى الإمام الكبير وخارج لصلاة الفجر. خرج مالك ابن دينار ومعه الرجل ده، فالناس مستغربة: مين ده؟ عمرنا ما شفنا حد بيزور المالك ابن دينار في الوقت ده. قالوا: من هذا يا إمام؟ قال: هذا رجل جاء ليسرقنا فسرقناه. خدت بالك المعنى؟ جاء عشان يسرقنا فاحنا اللي سرقناه وخدناه ودخلناه المسجد. شوف المعنى الجميل. كان في واحد مطرب مشهور قوي على ايام عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه زازان. زازان ده كان مطرب صوته حلو وجميل وبعدين مره واقف كده قدام بيته وعامل قاعده كده حلوه وماسك اله وتريه عمال بيعزف وبيغني وصوته جميل والشباب حوالين بيشربوا خمر. فابن مسعود معدي، مش بقى بالخبط والرقع والاسلوب البشع اللي الناس ممكن تكون بتتعامل معاه، فبص كده وقال له: الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. شو المعنى وصل؟ يعني لما اشوف واحده متبرجه بدل ما اقول لها قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما وذكرهما نساء كاسيات عاريات، ولو قال في روايه العنهن فانهن ملعون. لازم نفهم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا في مره من المرات كنت زمان في اوائل السنوات داخل اركب مترو الانفاق، زمان سنه اظن 92 او 93 حاجه زي كده يعني. فدخل اركب مترو الانفاق فلقيت شاب يعني شكله كده سمت ملتزم، وبعدين بنت واقفه متبرجه في المترو. فاول ما دخل فاو والله باللفظ كده قال لها، بص البنت كده قال لها قدام الناس كلهم: الا لعنه الله على الكاسيات العاريات. فانا اللفظ زعلني لان البنت وقفت تبكي اتكسفت قدام الناس وكده، فخدته على جنب كده قلت له: اخي الحبيب
انت بتلعنها ليه؟ فقال لي قال النبي صلى الله عليه وسلم إلعنوهن فإنهن ملعونات. قلت له طب ممكن نفهم دين لله مش عشان أنا والله لله نفهم دين. فقال لي أنا مش فاهم دين. قلت له أنت فاهم وفاهم أحسن مني بس يعني من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. خدته على جنب قلت له حبيب قلبي لعن الخاص لا يجوز إنما اللعن العام. يعني ممكن أقول ألا لعنة الله على الكافرين أنا مسكت حد معين لعنته؟ لا لعنة الله على المتبرجات ولم أذكر واحدة. قلت له هل أوجب عليك النبي صلى الله عليه وسلم أن تلعنها؟ فسكت. قلت له لا لم يوجب عليك إنما أنت ممكن اللعنة ممكن تكون بتنكر بقلبك أو حتى تلعنها في قلبك مش تلعنها هي كشخص إنما تلعن الفعل. نعم. الفعل. إنما أنت النهاردة لو جيت لي واحدة زي ديت وبكل أدب وديتها في إيدها في إيدها كتيب عن الحجاب أو شريط وبكل أدب ورحمة السلام عليك أختي وانت وشك في الأرض فضلي أختي ربنا يبارك فيك ويحفظك ويجمعك مع أمهات المؤمنين. وصلت النصيحة وما وصلتش؟ قال لي وصلت. فما كان مني إلا أن أنا اعتذرت لهذه الأخت قدام الناس حتى عشان ما تتحركش قدام الناس ثم برضو كلمة برضو ذكرتها بالله وإن ربنا يكرمك ويجمعك مع أمهات المؤمنين إلى غير ذلك. شاهد في الموضوع إن عبد الله بن مسعود قال ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. الكلمة أثرت في زازان كسر العود اللي في إيده وسكب الخمر وراح قال له ماذا قلت يا عم؟ قال قلت كذا فبكى وقال أشهدك أني قد طبت إلى الله. فبكى ابن مسعود وخذه في حضنه وقال كيف لو أحب من أحبه الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كان في واحد دكتور عمرو اسمه القعنبي. القعنبي ده كان رجل شديد جدا وكان شرس وكان بيقعد كده قعدات مع أصحابه برضه في الطريق كده ويشرب خمر ويقطع الطريق واي واحد واقف يمثبته كده زي ما بيقولوا كده ويطلع اللي معاك وحاجات كده يعني كان حاجه شديده قوي يعني. فالمهم فمعدي الامام شعبه ابن الحجاج اللي هو امير المؤمنين في الحديث رجل علم من علام الحديث رجل متواضع وبسيط وفقير راكب حمار اعزك الله وحوالينه طلبه العلم بيجروا والناس بقى. فقال لهم من هذا؟ مين اللي الناس عماله بتجري ورا ده؟ قالوا له هذا امير المؤمنين في الحديث شعبه ابن الحجاج. فقال لهم شعبه؟ ايه الشعبه؟ زي النهارده مثلا واحد مش مشغول بالدين ملوش علاقه بالدين خالص لما تقول له مثلا ايه الشيخ فلان يقول لك مين الشيخ فلان بيبيع ايه؟ فقال له ايه الشعبه هذا؟ قال له امير المؤمنين في الحديث. فراح مطلع السكينه اللي معاه وراح طالع له وماسك خطام الحمار اعزكم الله وراح موقفه. قال له انت بتاع حديث؟ انت محدث؟ قال له نعم. قال له حدثني. فبص له كده قال له هيئتك مش هيئه طالب علم ولا هيئه واحد محدث. قال له تحدثني أم أجرحك؟ يعني هتقول لي حديث ولا أعورك؟ قال له أحدثك. فقال له حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حصل إيه ساعتها؟ الرجل ماسك السكينة من حيائه السكينة وقعت منه في الأرض وبكى وقال له سامحني يا إمام. قال له سامحتك ومشي روح البيت. راح لأمه قال لها يا أمي إذا جاء أصحابي فأخبريهم أني قد تبت إلى الله. وراح ساكب الخمر لبيته كله وذهب إلى المدينة المنورة وتتلمذ على يد الإمام مالك. الإمام مالك وبقى تلميذ من تلاميذه وبقى محدث كبير جدا الإمام القعنبي. ولما حب يرجع بعد سنوات طويلة عشان يقابل الرجل اللي كان سبب توبته اللي هو شعبة بن الحجاج قبل ما يوصل بثلاث أربع أيام كان مات. لكنه بعد كده بقى رجل له يعني سند وله يعني بقى أمير من أمراء المؤمنين في الحديث بحديث بكلمة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. مش إن أنا ألاقي واحد النهاردة حتى لو كان مجرم ما فيش حد ما فيهوش خير يا دكتور عمرو. كل الناس كل يعني فضيلتك هل في مذنب يستحق الرفق وآخر لا يستحق؟ الكل يستحق الرفق. الكل يستحق الكل يعني أقول لحاجة حاجة حتى لو كان مذنب في حق المجتمع؟ حتى لو كنا ما اصل احنا مش هنقفل باب التوبه. يعني النهارده لو ان واحد يعني اساء الى المجتمع اساء الى البلد نفسها ثم بعد ذلك قال انا اسف وساحاول اصلاح ما افسدت ليه نقفل باب التوبه في وشه؟ انا لو جيت النهارده دكتور عمرو واحد اساء لي شخصيا او اساء لحضرتك او اساء للبلد نفسها لو قفلنا قدام وجهه امام وجه هذا الرجل كل ابواب التوبه سيستمر في اجرامه واحنا مش مصلحتنا. حتى المثل او الكلمه الجميله اللي تعلمناها من شيخنا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه كان يقول عدوك ان لم تستطع ان تكسبه لصفك فحيده خليه على الحياد لا تظاهر بالعداوه. الامام ابراهيم بن ادهم وهو رجل من خيره التابعين جاله واحد فقال له يا امام اني اذنب واكثر من الذنوب ثم اتوب ثم اعود فاذنب فعايز عايز حل للذنوب ديت. قال له خلاص انا هقول لك على خمس حاجات تعملهم
لو عملتهم لا يضرك أي ذنب فعلته بعد اليوم. قال له إيه ده، خمس حاجات لو عملتهم ما يضرنيش إن أنا أذنب. قال له أبدا ما يضركش أي ذنب. شوف فطنة العالم. قال له هات الخمس حاجات. قال له إن أردت أن تذنب فلا تأكل من رزق الله، إن ما ينفعش تأكل من رزقه وتبرز بالمعاصي. قال له يا إمام كيف لا أكل من رزق الله والرزق كله لا يأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال له أيجدر بك أن تأكل من رزقه ثم تبرزه بالمعاصي؟ قال له لا والله يا إبراهيم، هات الثانية. قال إن أردت أن تعصي الله فلا تسكن أرضا. مش معقولة يعني ولله المثل الأعلى، مش معقولة أقعد قاعد في بيتك وأنا ببرزك بالمشاكل وأنا في بيتك، ما ينفعش. قال له يعني قال له سبحان الله الكون كله لله يا إبراهيم، فكيف أسكن في مكان لا يملكه إلا لا يملكه الله، فالكون كله ملك لله، الله فاطر السماوات والأرض. قال أيجدر بك أن تسكن في ملكه ثم تبارزه بالمعاصي؟ قال له لا والله لا ينبغي. طب هات الثالثة. قال له إن أردت أن تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك فيه. قال له يا إبراهيم الله عز وجل يعلم السر والأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن كل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. قال له إزاي يعني؟ فقال له قال له طب خلاص ما دمت تعلم أن الله عز وجل ينظر إليك وراك فكيف تورزه بالمعاصي؟ قال له هات الرابعة. قال إذا دخل عليك ملك الموت ليقبض روحك فقل أنظرني يا ملك الموت أجني حتى أتوب إلى الله عز وجل. قال يا إبراهيم أما سمعت قول المولى عز وجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ هو ملك الموت بيستأذن على حد؟ قال أيجدر بك أن تعلم أنك ما تدري متى تموت وأنت مقيم على ذنب وعلى معصية الله؟ قال والله لا يجدر. هذه الخامسة والأخيرة. قال إذا جئت يوم القيامة وأتتك زبانية جهنم وأرادت أن تلقيك في نار جهنم قل لن أذهب معكم. قال يا إبراهيم المولى عز وجل وصفهم قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، كيف تقول هذا؟ قال أيجدر بك أن تعلم كل ذلك وأنت تبرز؟ قال تبت إلى الله يا إبراهيم. ثم عاد الرجل تائبا بفطنة هذا العالم. ولذلك دكتور بنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن احنا نيأس الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. والحديث العجيب لرواه أحمد أبو داود بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن حديث جزء منه حصل في بني إسرائيل وجزء تاني حصل يوم القيامة. قال كان رجلان متوخيان من بني إسرائيل، فكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا، فما زال المجتهد يمر على المذنب ويقول له أقصر، يعني بلغتنا كده واحد بيعدى واحد بيلاقيه بيذنب يقول له ما تخف بقى، طب وده أصيب دعوة؟ فقال أقصر. قال خليني وربي أبعث علي رقيبا، ده مالك بيا سيبني ربي هو اللي يغفر لي ويرحمني ويتوب علي وقت ما يشاء. ففي يوم من الأيام لقى على ذنب فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقال أبو هريرة اللي هو راوي الحديث لقد قال الرجل كلمة أو بقت عليه دنياه آخرته. فلما مات الجزء الثاني بقى من الأيام النبي بيحكيه واجتمع عند ربهم جل وعلا، قال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. ثم قال للمذنب اذهبوا به إلى الجنة. الحكمة من الكلام ده كله دكتور عمرو إن أنا لا أدري بما يختم لي ويختم لهذا الإنسان. ممكن أكون ماشي أنا في الشارع رجل داعية وألاقي واحد عمال بيشرب خمر، فقول قسما بالله ما يدخل النار ما يدخل الجنة ولا هيورد على جنة. لو قلت هذه الكلمة أنا كده بتألى على الله بحلف على ربنا. الحديث رواه مسلم حدث النبي أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان أو لا يدخل الله الجنة. قال جل وعلا من ذا الذي يتألى على مين اللي بيحلف علي أن لا أدخله الجنة أو أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فقد لا فالإنسان لا يدري بما يختم بها. قد يتوب الله على هذا العاصي ويبقى أحسن مني ألف مرة وقد أنتكس أنا. وقد قال النبي كما في الصحيحين إن رجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله ولم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. والرجل وإن رجل يعمل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. بيحكى أن بني إسرائيل دوتران اثنين كان واحد مجتهد واحد مذنب، فالمجتهد قاعد في صومعته والتاني قاعد في مكان عمال بيعصي ربنا. المجتهد ياما نصح المذنب وهو قال له يعني اتركني إذا جاء وقت التوبة ربنا هيكرمني إن شاء الله وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالمهم فجي في يوم من الأيام المجتهد زهق من كتر ايه عمال قيام ليل وصيام وذكر وتسبيح ويعني تعب خلاص بقى. فقال طب ما تنزل تفك عن نفسك وتعصى ربنا كده يوم ولا يومين لحد ما تفرفش نفسك كده
ورجع تاني برضو والحمد لله والصومعة موجودة وعبد ربنا تاني وربنا يغفر لك اللي اللي انت ناوي تعمله. فنزل بنية المعصية والمذنب زهق من الذنوب قال ما كفاية بقى قاعد ليل ونهار عمال أذنب وأعصى ربنا ولا بعبد ربنا ولا بصلي يا عم ما توب إلى ربنا سبحانه وتعالى مش هقول يومين ولا ثلاثة انزل يا عم توب على طول. فنزل ده من صومعته بنية المعصية ونزل دوت من مكانه بنية الطاعة الاتنين ماتوا في الطريق. بعث الطائع على نية المعصية وبعث العاصي بنية الطاعة يبعث كل عبد على ما مات عليه. عشان كده دكتور عمرو بقول لكل إنسان بيذنب بقول له اوعى تظن إن باب الأمل يتقفل أبدا أو باب التوبة يتقفل أبدا. باب التوبة احنا اتكلمنا في الدرس اللي فات عن الرجل الذي قتل 99 نفسا. في حد عايش وسطنا في المجتمع بتاعنا دكتور عمرو ممكن يكون قتل 99 نفس؟ ما أظنش. هو لو قتل واحد ولا اتنين وهرب في التالت هيتمسك ويتعدم. لكن ما فيش حد قتل ما حدش وصل ذنبه. هو ليه ربنا ليه النبي عليه يعني ليه ربنا خلى النبي عليه يذكر لنا الحديث دوت؟ عشان بيقول لنا ان ذنوبك مهما عظمت فهي شيء ورحمة الله وسعت كل شيء وستسع لا محالة. عشان كده ربنا قال في الحديث اللي انا بتعجب بالالفاظ هذا الحديث حديث عجيب قوي قدسي رواه الترمذي باسناد حسن من اعجب ما والله من اعجب الاحاديث القدسيه اللي قراتها في حياتي. بيقول يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. شوف الثلاث حتت الحلوين دولت. قال يا ابن ادم ثم كان يقول يا مسلم يا مؤمن يا عبد الله ويستقيم اللفظ والمعنى. انما قال يا ابن ادم ليه؟ عايز يقول لك انت ابن ادم وادم عليه السلام عصى فلما تاب ربنا تاب عليه بل ربنا هو اللي علمه الكلمات اللي يتوب بيها وانت كمان ابنه فهتعصى اعمل زي ابوك توب عشان اتوب عليك. عشان كده قال له يا ابن ادم انك ما دعوتني اوعى تدعوني من غير رجاء خلي عندك حسن ظن بيا لان النبي قال لا يموتن احدكم الا هو يحسن الظن بالله وربنا قال انا عند ظن عبدي بي فان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله. قال له انك ما دعوتني ورجوتني هتغفر لي يا رب في ذنب معين. قال لك لا 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 انا مش هستثني اي ذنب غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي لان محدش هيسالني انا بعمل كده ليه لا يسال عما يفعل وهم يسالون. يا ابن ادم لو بلغت الذنوب لو يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء اطراف السماء ثم استغفرتني وثم تفيد التعقيب مع التراخي. يعني ممكن تذنب 20 30 70 سنه بس لسه ما متش الحق وتوب وانا هتوب عليك وبدل سيئاتك كلها الى حسنات. يبقى ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا بالي اخر حديث اخر جزء في الحديث يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم اتيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. الله يبقى اللي احنا اتكلمنا عنه بقى المره اللي فاتت هو اغلى شبر في العالم من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. عشان كده بقول اوعى تيأس اوعى تقنط من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذنب عبد ذنبا فقال رب اني عملت ذنبا فاغفر لي فقال جل وعلا شوف الحته الحلوه دي علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب قد غفرت لعبدي الى ان قال العبد في المره الرابعه قعد يذنب ويتوب ويذنب ويتوب فقال جل وعلا في المره الرابعه فليعمل عبدي ما شاء فليعمل عبدي ما شاء. ما هوش تشجيع على الذنب لا حاشا لله لكنه تشجيع على التوبه اللي بعد الذنب. شوف المعنى الجميل في حديث النجوى حينما المولى عز وجل يقرر العبد بكل ذنوبه واثامه قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بلى يا رب اه حصل ما اقدرش اكذب. شوف دي حتى اذا قرره بذنوبه وعلم العبد انه او ايقن انه من اهل النار واذا بالعزيز الغفار يقول قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه. آه يا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فعشان كده بنقول يا دكتور محتاجين ان احنا كلنا نتوب ونرفق بالمذنبين. ارجوكم يا دعاة الامه اتعاملوا مع الناس برقي اتعاملوا مع الناس برحمه ما تغلقوش باب الرحمه في وجه اي انسان لو كان مسلم او غير مسلم لو كان مسلم
ذكروه لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فاستغفرون. ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفضل. ولو كان كافرا نعم. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ربنا يكرمك مولانا وينفع بك دائما يا رب. الله يبارك فيك. أنت دعاء وأمان خير في هذا اللقاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، ألا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، ارزقنا يا ربنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم اصلح أحوالنا في مصر، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، اللهم من أرادها بسوء فأشغله في نفسي برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم يا ربنا أغف إخواننا وأحبابنا وأهلنا من أهل سوريا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وانصرهم على أعدائهم ولا تزلهم لأحد. يا رب لا تزلهم لأحد، يا رب لا تزلهم لأحد، يا رب أمدهم بمدد من عندك، أمدهم بمدد من عندك وعجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم اجمعني وإياكم جميعا يا رب على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا مولانا، ربنا يبارك فيك، 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 ربنا يبارك فيك